للمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. أبدأ معك من أسعار النفط التي وقفت عندها اليوم، تسجل أسعار النفط ارتفاعات في تعاملاتها في ظل الاستمرار العمل في اتفاق أوبك. كيف تنظر إلى الأسعار الحالية وهل هي مرجحة للوصول إلى مستويات قياسية؟ بالتأكيد أسعار إيجابية وتدفع إلى مزيد من الارتفاعات بالفترة القادمة مع تحجيم المعروض النفطي والقضاء على ما يسمى بتخمة المعروض، وفي نفس الوقت في أن تحسن بالطلب واضح، يعني أثار التحسن في الطلب بمعدلات النمو الإيجابية التي صدرت من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وما إلى ذلك، أثار إيجابية كبيرة بأن يكون هناك تطلعات إلى نمو أكبر وبالتالي إلى طلب أكبر، وقراءات الجزئية أو الاقتصادات الجزئية فيما يتعلق بالصناعات التحويلية والطلب على المصانع متحسنة حول العالم، ذلك يفيد أيضا في إيجابية بارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي المؤخر الذي دعم كل السلع تقريبا. نعم. هذا يعني يزيد من التوقعات أن يصعد النفط إلى ما فوق مستويات 70 دولار للبرميل، وأن يكون هناك نوع من التوازن خلال العام الحالي فوق هذه المستويات. نعم، ننتقل إلى الحكومة الأمريكية بعد إنهاء تعطل عملها، هل سنشهد عودة الزخم على الدولار الأمريكي بعد جلسات عديدة من التراجعات؟ حقيقة يعني حتى تأثير إغلاق الحكومة كان تأثير جزئي ومحدود على الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي كان متراجع خلال العام الماضي ككل. نعم. وبداية هذا العام كان هناك ضغط كبير عليه لعدة عوامل، قد يكون أحد هذه العوامل حتى الجانبية هو إغلاق الحكومة الأمريكية، بالتالي مع زوال هذا العامل لا يغير من القضية يعني معطيات كبيرة، وإنما يبقى الدولار الأمريكي تحت الضغط، وأي تصحيحات نشهدها على الدولار الأمريكي حاليا هي تصحيحات مؤقتة بنتيجة أنه لا يزال هناك تخوف من مستويات التضخم وبالتالي يعني إبطاء في عملية تشديد السياسة النقدية، وهذه الانقسامات داخل الحكومة الأمريكية وداخل الفيدرال الأمريكي تزيد أكثر من الضغط على الدولار الأمريكي على المدى المتوسط إلى الطويل. نعم، نبقى مع العملات. اليوم الجنيه الاسترليني شهدنا صعود يعني تخطى مستويات ما قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، يعني هل تتوقع استمرار هذه المكاسب خلال الجلسات القادمة؟ حقيقة هناك العديد من العوامل، يعني أبرز هذه العوامل هو معطيات المفاوضات التي تتم بين المملكة المتحدة وما بين الاتحاد الأوروبي، والتي يبدو أنها تسير بشكل إيجابي نوعا ما نحو السوفت بريكزيت أو البريكزيت السهل للمملكة المتحدة والإيجابي للاتحاد الأوروبي، وذلك أيضا عودة للاستفادة من ضعف الدولار الأمريكي. رأينا الجنيه الاسترليني عند هذه المستويات 1.40 والتي تمثل مستويات مقاومة مهمة أمام الجنيه الاسترليني قد تمنع من مزيد من الارتفاعات عليه. نعم، باختصار توقعاتك لاجتماع يوم الخميس اجتماع المركز الأوروبي. حقيقة الأمر مهم أيضا الاجتماع نبرة المركز الأوروبي فيما يتعلق بتقليص أكبر في برنامج التيسير والتخلص من برنامج التيسير والتوجه نحو تشديد السياسة النقدية، وأيضا أي إيجابية في طرحه لتطلعات النمو وأداء التضخم في المنطقة الأوروبية سوف يكون عامل إضافي لتحسين أداء اليورو نحو مستويات 1.25 أمام الدولار الأمريكي. نعم، أيضا أستاذ رائد يعني لاحظنا أن الاهتمام بالعملات الرقمية خف وهج هذه الفترة مع التراجع الأخير، توقعاتك للفترة المقبلة لهذه العملات، هل هي مرحلة تجميع أم سيعود الزخم؟ حقيقة الاهتمام لا يزال موجود لأنه الخدمة التي تقدمها العملات الرقمية لا تزال موجودة، وهذه التكنولوجيا الجديدة التي تمثل مستقبل السياسة المالية أو مستقبل الوضع المالي العالمي إجمالا، وبالتالي يعني قد يكون هناك انخفاض حاليا في الزخم حقيقة. نعم. نتيجة الأحداث السلبية أو المتغيرات الجديدة من الصين وكوريا الجنوبية وما إلى ذلك، ولكن ذلك قد يمثل يعني عودة جديدة ولكن على زخم أبطأ، ليس التحركات الحادة التي كنا نشهدها والارتفاعات الصاروخية خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما يكون هناك ارتفاع تدريجي. يعني مثل البروديوسر يسأل نشتري الريبل؟ يعني لا يزال هناك إيجابية في الريبل حقيقة، لا يزال فوق مستوياته التي كانت عند 0.24 والتي استقر عليها مطولا بعد الانخفاضات الريبل فوق الدولار تقريبا. نعم سيد رائد خضر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.